كريتيك دو الاسلام انت كيفاش يعني حتى لحد عندك القوه باش تكريتيكي الاسلام يعني اسكو قريتو افون ولا كيفاش يعني او فريد مكره فيها فريد باش لي كومونتير قال لي طاهر قال له طاهر ويرحمكم الله كي تعتصوا شوف كاين هادو تاع الشعوذه شوف سي سامبل انا الحريه تاعي اني جي لو دووا دو ميكسبريمي انا جو مسي بوزي طرحت على نفسي سؤال كأنسيان كابران قلت هذا الدين الاسلام هذا اللي في 30 سنه من البعث حرب فرس والروم هذاك الوقت شغل حرب الامريكان والروس ومن طوم هاك معايا نفس الدين هذا 1400 سنه من بعد اللي يجي يمشح فيه صباطو ما فهمتش اما رانا على الدين الحقيقي والدين هذا مدرح اما احنا اللي مدرحين رحت نبحث ونحوس ومن بعد دخلت عدت نقول هذيك يقولوا لي حرام على حرام منين جابوها يقول لك قال رسول الله يا ولدي ما يحرم غير الله نمر راسه ما يقدرش يحرم كيفوا جي ان اسبري كريتيك اناليتيك كيف مديسيديت انا قراني برك واش نستنبط من الشيء اللي يسميوه السنه نستنبط منها نعتبرها حكمه كي حديث يعجبني نعتبره حكمه نبويه بصح ما نشرع منه ما نتاخذ منه قوانين اي سا سي مون افي بون الناس يخمو واش يحبوا انا لقيت في القران حاجه اكسترا اوردينير يعني مسيو الرحماني تاع القران هذايا اسكو تامن باللي جاء من محمد اللي جابو ولا يعني الهي يعني تامن بشي هذايا انا نمن شوف انا نمن متفلسف بزاف انا متفلسف بزاف حبيت نفهم يعني رايك في هذا الموضوع يعني انا القران تهز كتاب تاع القران شوف انا عندي القران ما فيهش نقاش في الايمان الراسخ تاعي انا لانه اشاك فوا ديما نقرا نتدبر القران كيما نقولوها جو ديكوفر دي تروك ونزيد نبحث على دي تروك ومن بعد جو سوي ايتوني باسكو نعطيك لون دي بروف لون دي بروف ايه معليش ما صافي بليزير الله عز وجل يقول ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما امبوسيبل تيجي غير من عند الإله عز وجل باسكو الايبوك اللي نزل فيها ما امبوسيبل يفهموا لا ثيرموديناميك البينغ بونغ محال حاجه اخرى صوره الدخان سكون ابل لي ريدو هذوك اللي كان لي ديرنييرمون في لي زاني 70 اي لي زوبسيرفي اي كرواي كي زيتي فروا ديرنييرمون ايزون ديكوفير كي زيتي شو في القران يقول لهم ربي الدخان ربي يذكر واحد ليليمون شوف لا يقدر يفهموا الصحابة لا واحد ما يفهموا حتى هنا الفاتيل سي لا بلو بوتيت كومبوزونت دو نويو دو لاتوم مي تو ما كومبري دونك انا هذا موضوع جاوبتك سا دير بار ريسبي ليك باسكو غادي نقصر صحابه سي احمد عندي دو بتيت دو زوتر كيسيون حبيت نسقسيك على محمد اركون اسكو عندك نيدي على البروجي ديالو جادور ربي يرحمه جادور شوف عندك زوج محمد اركون راح نديروا عليه حصه لا غالب لازم تكون ظروف شويه مليحه باش نقدر نديرها وعندك مالك بن نبي الفكر تاع مالك بن نبي والاتجاهات نتاع محمد اركون هادو زوج ما لازمش راح نقدموا عليهم حصه بصح حصه ضعيفه شويه صافي بليزير خاص حنا نتمنوا عندي دي سوجيسيون عندي اقتراحات عندي هكذايا تسمى دي كريتيك وي كريتيك ديالك منا بوركو با وراني دوكا عندي الواتساب ديالك ومنا ونقدر اقتراحاتي وانا ثاني حبيت نعاون ندير في لاكيلتور انا انسان تاع لاكيلتور ولكن ما كانش اللي معاك نخدم على الاستوار تاع الجزائر يا خويا نخدموا اسمع شوف التاريخ ليستوار لا جيوبوليتيك انا نخدم معاك با بروبليم مادا بيا الو مادا بيا نتعلم منك حوايج مادا بيا توجهنا لدي سوجي بيان سور باسكو انا مانيش نقول لك جو سي با كلكان تاع كولتور بزاف والله تاع انا لو سير تريك سي ليستوار لا ندخل بزاف نتعمق بزاف سي بليزير يعني انا قلت لقيتك يعني سي فريمون غير لالجيريا حوست منها غير لالجيريانيتي راه عند مسيو الياس رحماني لالجيريانيتي نهضر
تسمى الفكر نابع من الجزائر ماشي منه ومنا راحوا منا ومنا وتاثر هذه يقول شوف هذه يقولها وعاودها شوف طيباعه جزائريه بحته شوف هذيك صح ميرسي خو تي بو مابلي اون كور دو جورني ولا نقصروا سو لي بروجي تاعك كي تيرا اوريجينال باش نجحوا لازم تكون حاجه اوريجينال اكزاكتومون اكزاكتومون مرحبا بك خو مام تحب حتى ندير معاك كيما ندير مع الاستاذ اسيا زروق تجيب لنا مواضيع ثقافيه نديروا ايميسيون مع بعض ولعل باسكو لو بوت كلش مهم كون غدوه دير معايا اون ايميسيون تحكي لي على تاريخ التياتر في الجزائر كيفاش كان من قبل كيفاش كانوا التعاونيات اللي كانوا يديروا التياتر في وقت الاستعمار انا في سي رحماني انا من سي رحماني لا روشاش تاعي دروك انا حبيت ندير على بني مزاب سيتي عنده واحد فيلوزوفي راني عايش مع لي زالمون بني مزاب ولا لي زالمون سي لا ميم عندهم واحد القطعة واحد أحلم عجبتني هذه بني مزاب وكان ها عجبتني كيف بني مزاب كي لي زالمون الله يستر ربك والله كيما نحكي لك راني عايش مع لي زالمون والله بني مزاب وكان نديرو كيفاش كانوا يعيشوا كيفاش كانوا عندهم فيلوزوفي دو في ماشي سي وحنا رانا ما على بالناش عندنا حوايج ما على بالناش يعني القيمة تاعهم دوك بني مزاب هذوك حنا مازال ما رحناش باش نشوفوا كيفاش يخمو كيفاش العوايد تاعهم كيفاش الدين تاعهم كيفاش يتزوجوا كيفاش يخدموا الكوميرس كيفاش عندهم النظام في المدرسه ديالهم في ماشي هماج منهم من هماج ماشي هماج اكزاكت اوكي خو اون في كوم سا يعطيك الصحه الله يسلمك وصراحه افيك بليزير مرحبا بك او بليزير وي كي الناس تكون عندها فكره ولا حبه تقول انا شي اوفر ا توسا سورتو كوتي هيستوار جيوغرافي ايكونومي في لا حميمش انا اسمعكم من اوديتور جو بوز دي كيسيون استغفر الله كيف تكرو با ديجا كتب راسو نورمال ماشي راس واين حول ولا قوه الا بالله كاين واحد العباد ما تجيونيش يا جماعه يرحم باباكم الكوابا والكعب والداندو واللي ما عندكمش ثقافه اسلاميه واسعه ما تجيونيش كاع كان واحد قال لي إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما راح فهم معنى الآية هذه وبعد أضر معايا وش معنى تصلي على النبي افهم كلمة صلوا وصلة وش معنى برك أسك ربي بالمفهوم تاعك تصلي للنبي والله على صلة به بون نخرج من المواضيع الدينية ألور Pourquoi Boumedine détestait l'histoire du peuple algérien? Détester l'histoire, non. Boumedine, ce n'est pas une énigme pour nous. Boumedine, c'est une pierre angulaire. Boumedine, c'est l'homme des deux rives. C'est un hadith qui est accroché. De l'abrutissement politico-démagogique et l'instrumentalisation ethno-religieuse ont fait que le comportement socioculturel se veut mitigé. D'abord, Gaïa Afri, oui, je suis assez d'accord avec mais on a un comportement socioculturel qui est en train de se faire. Il y a des gens qui ont dit que je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire.